السلام عليكم شباب. شباب، موضوعنا اليوم هو تكملة الـ classification of signal. بالمحاضرة السابقة أخذنا deterministic and random signal والـ periodic and unperiodic، وشرحنا أمثلة عليها، وحلينا بعض التمارين، وتعلمنا شلون نميز الموجة هل هي periodic or non-periodic. زين، نجي للكلاسيفيكيشن الثالث اللي هو الانالوج اند ديسكريت سيجنال. احنا كلنا نعرف الانالوج سيجنال هي كونتينوس فانكشن، يعني كونتينوس فانكشن اوف تايم، يعني موجود، يعني عدد لا متناهي من القيم لكل قيمه تي. فيكون تعريف الانالوج سيجنال از ا كونتينوس فانكشن اوف تايم ذات از ذا اكس اوف تي. The x of t here signal multi is a uniquely defined for all t. Is a uniquely defined for all t. هذا هو تعريف analog signal. أما discrete signal، discrete اللي هي الموجة المتقطعة، يعني مو مستمر. إذا تكون متقطعة بفاكتور معين اللي هو مثل k. بيكون الـ discrete signal is a one of exist only discrete time. Is a one of that exist only at discrete time. Is characterized by a sequence of number defined for each time. يعني تعرف حسب سلسلة من الأرقام لكل شنو؟ لكل time. Where the k is the integer, k doesn't contain the integer, okay? And the t is a fixed time interval. The interval نقصد به اللي هي المسافة اللي تكون بين pulse و pulse, okay? مش قد هذا التايم اللي بين pulse و pulse. فإلى كم قسم نقسم هذا التايم مال t؟ هو هذا الk. فالk ممكن يكون من 1, 2, 3, 4, يعني نسيج انتجر من بعد. فنقسم الموجة مالتي بشكل حالي. هذا هو التعريف للسكريت سيجنال. اوكي شباب، هذا هو التعريف. نجي الى الانرجي اند باور سيجنال. الانرجي اند باور سيجنال، احنا كل سيجنال هي ممكن انه حصل انرجي باور. اذا ان الكتريك سيجنال كان بي ريبريزنتد از فولتج. اي الكتريك سيجنال، اي سيجنال كهربائيه ممكن انه تعبر عنها كفولتير او كرنت او كتيار. With instantaneous power across resistor اللي راح شنو تكون مرة، يعني حصل منها باور اللي مارة في مقاومة resistors R، وتكون قانون الباور اللي حصل هو V تربيع على R، أو باستخدام التيار اللي هو I تربيع على R. أوكي، طبعا اللي تايم معين. إذا هو هذا التعريف الـ energy and power signal. وهي طبعا بالتعريف شباب ضروري كتابة القانون، التعرف انت موضح شنو معنى شلون تحصل باور من الفولتير، اوكي، اللي تمر بمقاومة معينة، وشلون تحصل باور من التيار اللي يمر بمقاومة معينة. فإذا كتابة القانون مع التعريف هذا هو جزء من التعريف. نجي على اليونت امبيرز. اليونت امبيرز شباب is infinitely large amplitude pulse with zero pulse width and entry width. يعني شنو شباب؟ تبعي انا كل بالس عندي، كل بالس هاي في سهم الاحلام بشوفه قدامكم، هذا بالس لان اشاره معينه، بالس واحده، بالس واحده يعني قيمه واحده من هاي الاشاره، اوكي؟ هاي القيمة بها amplitude، بها ارتفاع. خلي شوي نكبر الشاشة نشوف.
هاي البالس اذا رجعت لحجم الشباب هي بها ارتفاع، يعني بها امبليتيود وبها قيمه بالنسبه للتايم. اوكي، بها قيمه بالنسبه للتايم. فهو ايش دا يقول لي هنا بالتالي؟ دا يقول لي infinitely large amplitude pulse. Okay. With zero pulse width. الـ pulse width هو شنو؟ هو عرض الـ pulse مالتك. يقول لك الـ pulse مالتك هسه عرضها تعتبره زيرو. يعني ما ماخذه عدد من الـ time، ماخذه قيمة واحدة من الـ time. فالعرض مالتها اوكي الـ width يعتبر زيرو. لكن هي إلها قيمة بالـ time وكذلك إلها قيمة بالـ amplitude. An entry width constrained at the point where it is argument is zero. يعني من راح نحسب هاي القيمة اللي هنا موجودة على الفالس باعتمادا على من؟ باعتمادا على نقطة الصفر اللي هي هاي محور اكس ومحور واي، التايم والامبليتيود. فباعتمادا على قيمة الصفر كل ما تكون، يعني قاعد نجي نلاحظ القانون شباب، كل ما تكون القيمة مالتي باتجاه الموجب، يعني ايش راح يكون القانون مالتي؟ x of t سيجما t minus t نوت، t نوت اللي هي قيمة التايم اللي موجودة بهاي البالس. اوكي؟ أما إذا كانت هسه شوف هاي المعادلة بهاي البالس هي 8، 8 اللي هي شنو؟ اللي هي الـ amplitude سيجما تي ماينس 3. الماينس هي هاي مو لانه هاي اشاره الـ 3 ماينس، لا الماينس هاي من القانون، لكن الـ 3 هي جبناها قيمه الـ pulse. بس اذا نجي نلاحظ شباب هنا على الـ pulse الاخرى الثانيه نشوف السهم نازل لي جو، يعني بالـ amplitude بالماينس. اذا ماينس 5 هو الـ amplitude سيجما تي ماينس 4. ليش؟ لان 4 هي جزء من الجزء، فتنزل 4 نفسها والماينس هاي مال قانون. اكبرها شويه حتى تشوفوا تلاحظوا. نجي للاشاره هذه، شوف البلس بالجهه السالبه من التايم. زين نجي نشوف الامبليتيود مالتها على الموجب، اذا 3 سيجما تان اوف تي شنو؟ هو القانون يقول لي ماينس تي نوت. زين الماينس نزلناه والتي نوت ايش قد قيمتها؟ قيمتها سالب 2، اذا ماينس في ماينس يصير بلس، اذا بلس 2. اذا بهالصيغه احنا نقدر نحسب اليونت امبلس. زين نجي هسه نشوف شباب شلون نقدر من هاي الانواع من السيجنال، كذلك شلون اقدر اميزها؟ هل هي بيريودك اور نان بيريودك؟ اوكي؟ يعني اليونت امبالس وغيرها من الفانكشنز اللي هي ترمز الى سيجنال معينه. شلون اقدر اميز هذه هي بيريودك اور نان بيريودك؟ بنشوف اليونت ستيت من اجل شنو يعني اليونت ستيت؟ بس نشوف هذا هاي المعادله. الـ x of n طبعا احنا ذكرناها في المحاضرة السابقة هي يرمزوا لـ n small t small. اوكي هي تعتبر تايم. فالـ x of n equal cosine 2 pi n اوكي مضروبة في يونت يونت ستيب سيجنال، مضروبة في يونت ستيب سيجنال. شنو هذا اليونت ستيب سيجنال؟ يعني شلون راح اقدر اطلع بلصات من هذه السيجنال؟ يعني اذا جاي تلاحظ هنا اليونت ستيت مالتي هو 1 فور ال n اكبر او يساوي صفر، وصفر فور ال n اصغر من صفر. يعني شنو؟ اذا بالجهه الصفر والاكبر من صفر، يعني اكبر او يساوي صفر، يكون البلس مالتي قيمته 1. اوكي هذا اليونت البلس مالتي عبارة عن بلصات كلها متساوية بالامبليتيود اللي هو قيمته 1، ذاكر لي اياها هنا. ويقول لي اذا الان اصغر من الصفر فانت البلص مالك صفر في الشمال. اذا شوفوا
الفات صفر كان في تيوبان. زين نجي نلاحظ اذا انا صار عندي هيك نوع من الاشاره شلون راح اعرف هل هي هاي الاشاره periodic or not periodic؟ طبعا نجي نتعامل وياها باسلوب نفس اللي تعلمناه بالمحاضره السابقه. طبعا قلنا نستبدل كل n كل n small اوكي ب n small plus n capital، يعني نضيف لها فتره معينه من الزمن. نشوف بعد ما نبسط هاي المعادلة ونوصل هل راح نتوصل إلى نفس المعادلة الأخيرة أو طريقة أخرى، قلنا إنه هل راح يكون عندي الـ N انتجر؟ إذا كان انتجر إذا هاي شنو؟ هاي الموجة شنو؟ period. إذا كان مو انتجر إذا الموجة نام period. إذا نجي نلاحظ هنا يا شباب ال 2 باي ان هاي 2 باي ان كابيتال اوكي، هسه احنا نجي نستغنى عن السمول حتى نشوف قيمة الان ايش قد 2 باي ان كابيتال ايش راح تساوي لي بالقانون اللي ذكرناه بداية المحاضرة السابقة 2 باي ام اوكي. قلنا كل باي ان هي تساوي لي شنو، او كل ان كابيتال وما يرافقها من قيم هي تساوي لي 2 باي ام. ال 2 باي ويا 2 باي تروح، اذا ال n يساوي لي ال m، اذا هسه اي قيمه بال n احطها انتجر راح يستنتج لي ال n هو شنو؟ هو انتجر نمبر، اذا الموجه مالتي ايش راح تكون؟ بيريودك. اذا الموجه مالتي بيريودك. نجي نشوف هذا السؤال الثالث. هذا هم بيونت ستيب سيجنال اوكي. يقول لك عندك الموجه مالك نصف تو ذا باور ان، نصف تو ذا باور ان اوكي، ومضروبه في يونت امبلس معين. طبعا اليونت امبلس سيجنال او يونت ستيب سوري اليونت ستيب سيجنال فور ال ان اكبر او يساوي الصفر ات از بيريود. فور الان اكبر او يساوي صفر اتس بيريود. خلينا نشوف هل هي فعلا الكلام صحيح. انا اعوض يونت امبلس اوكي واحد اوكي قيمته واحد، ونشوف اذا نعوض بكل القيم ايش قد راح يطلع لي الاكس اوف ان بالاخير. اذا طلع لي قيمته يعني ثابته اذا يكون الموجه بيريود. نجي نلاحظ عوضنا هنا بالان، هنا اليونت امبلس هو واحد والان اكيد الان متغير، هذا الان شباب إيه؟ هذا محور الان وهذا محور الاكس اوف تي، هذا هو الان سمول هذا الاكس اوف تي. زين نلاحظ اذا عوضنا قيمه الان صفر اوكي، طبعا اليونت امبلس كله واحد اوكي، يعني من المثال السابق تعلمنا صفر نصف to the power صفر ايش قد راح يساوي لي؟ راح يساوي لي واحد في واحد، اذا ال x of صفر هي قيمتها ايش قد؟ واحد. من يكون عندي ال n صفر يعني يكون عندي ال amplitude مالي قيمته واحد. نجي على ال ريكومنون حتى يكون عندكم واضح. نجي اذا ال n واحد اذا نصف to the power 1 هي نصف في واحد راح يساوي نصف. اذا في حاله ال n صفر قيمه ال x of t هي جميع نصف، شوف هاي نصف 0.5 اوكي. في حاله ال n واحد. زين نجي بعد شنو الى الان 2 من عوضنا الان 2 اوكي نصف تو ذا باور 2 في 1 راح يساوي لي 1 على 4. اذا ربع، اذا في حاله الان 2 راح يساوي لي شنو؟ ربع
واحد على أربعة يعني 0.25 0.25 زين في حالة الـ N 3 وهكذا. يعني أنا مو شرط أعوض للعشرة يلا أكتشف، لا عوضت يجوز ثلاثة أو أربع قيم للـ N باليونت ستيب واحد أو في يونت ستيب واحد، راح أشوف القيم شنو ده تختلف عندي. إذا الكيرف مالتي صار بهالشكل هذا، أوكي؟ إذا هذا ما جاي، الموجة ما جاي تعيد نفسها، صح لو لا؟ ما جاي تعيد نفسها بفترة معينة أو ثابتة من التايم. إذا هاي الموجة شنو؟ أبيريودك سيجنال أو نون بيريودك سيجنال يسموها. يا شباب؟ إذا افتهمنا إنه هذا هاي الموجة هسه هي شنو؟ نون بيريودك سيجنال. نجي نفتهم الـ x of n شلون راح تساوي لي الـ unit state. الـ unit state signal for الـ n أكبر أو يساوي صفر it is period. شلون هذا الكلام؟ يعني معناته الـ unit state signal أي شيء أكبر من صفر هو الثابت الـ unit state signal، إذا راح تساوي له قيمته واحد، راح يكون شكلها بهالشكل هذا. اذا هاي موجود، هذا مو اكزامبل، هذا بس توضيح حتى نفهم شلون اليونت ستيب سيجنال في حاله الان اكبر او يساوي الصفر هي تكون بيريد. البيريد يعني شنو؟ تعيد نفسها. هسه شلون جاي تعيد نفسها؟ هي مو الا هيك تتحرك كموجه يلا تعيد نفسها، يعني مو الا هيك، عرفت شلون؟ يعني الموجات الكوساين اللي كنا نرسمها والساين هذني كنا نقول عليهم بيريديك، كل فترة معينة تعيد نفسها. زين هاي شلون جاي تعيد نفسها؟ هو شنو الغرض؟ الغرض انه ورا كل فترة معينة ثابتة من الزمن انت قيمة الامبليتيود مالك نفس الشيء. يعني بالصفر قيمة الامبليتيود مالك شنو؟ واحد. بالواحد قيمة الامبليتيود مالك واحد كذلك، بالاثنين قيمة الامبليتيود مالك هم واحد، بالثلاثة قيمة الامبليتيود مالك واحد، وهكذا. إذا هاي تثبت لنا إنه اليونت امبلس في حال الـ n أكبر أو يساوي الصفر هي الموجة تكون بيريود. فلذلك من نجي نعوض هنا الان صفر واحد اثنين ثلاثة، شوف هذا المثال هو سالب واحد to the power n، من نجي نعوضهم راح نشوف واحد سالب واحد واحد سالب واحد، إذن هاي الموجة تصير اوكي بيريود، مو بيريود جاي تعيد نفسها كل شوية. نجي نشوف هذا المثال، شباب ركزوا لي بهذا المثال شوي، ركزوا لي بهذا المثال شوي. x of n يساوي cosine pi n على 2 في cosine pi n على 4. احنا تعلمنا بالمحاضرة السابقة عندي موجتين مجموعة سوية، يعني cosine a زائد cosine b، يعني شلون موجتين مجموعة سوية. زين إذا عندي موجة مضروبة في موجة أخرى، يعني أكو بيناتهم multiplication، هاي الحالة شلون راح أحل؟ طبعا عندنا قانون، هذا القانون كذلك المفروض cosine A B cosine B يساوي cosine A plus B زائد كوسين A minus B على 2. هذا قانون في حال عندي موجتين يكون كوسين multiplication بينهم. الـ A هنا أكيد راح يكون هو pi over 2، شوف الـ A هو pi over 2، والـ B راح يكون شنو؟ الـ B راح يكون هو pi n على 4، اللي هنا هو pi n على 4. إذا
الكو اي زائدا بي ايش قد راح تساوي؟ اجمع هاي القيمه ويا هاي القيمه راح تطلع لي 3 باي ان على 4، واي ناقصا بي اوكي هي باي ان على 2. من نقصت الاي ناقصا بي هاي القيم راح تطلع لي هاي القيم. حتى ليش اطلعهم؟ حتى استفاد منهم اعوضهم بهذا القانون، هنا اي زائد بي وهنا اي ماينس بي، صار عندي قيم دايركت. فالاكس اوف ان راح يساوي لي نصف هذا النصف منين الجانب هي هاي الاثنين بالمقام طلعناها برا صارت 1 اوفر 2 هاي 1 على 2 تنشال هاي الاثنين هنا. في كوساين اي زائد بي اللي هو هذا قيمته زائد كوساين اي ماينس بي اللي هو هذا قيمته. هسه وصلنا لنفس الاسلوب اللي كنا نتعامل فيه بالامثله السابقه. صار عندي موجتين مجموعه سويه، اذا هاي اضيف لها ان كابتل اللي هي ان 1 اسميها، هاي اسميها ان 2، كل واحده اضيف لها ان كابتل اوكي حتى اشوف كل واحده تعامل وياها على حده، اشوف هل راح توصل الى الموجه هاي الرئيسيه كلها بيريودك اور نون بيريودك. اذا نجي نشوف هسه احنا هنا هنا قلنا راح نعوض ان 1 اذا كوساين 3 باي ان بلس ان 1 على 4 زائد كوساين هنا قلنا نعوض ان 2 لان صارنا موجتين هنا اذا باي ان بلس ان 2 على 2. نجي نلاحظ شباب هنا ايش راح يكون عندي؟ 3 باي ان 1 على 4 اللي هي استنتجناها منين؟ من هنا 3 باي ان 1 على 4 اوكي؟ تساوي لنا نعوضها بنفس القانون اللي كنا نستخدمه في بداية المحاضرة السابقة اللي هو 2 باي ام 2 باي ام بما انه هاي ان 1 اذا هاي راح تكون ام 1 اوكي. والمعادله الاخرى للان 2 اللي هي ايش قد؟ هنا راح تساوي لي 2 باي ام 2 هاي الموجه اللي جاي اشوفها قدامكم باي ان 2 على 2 راح تساوي لي 2 باي ام 2. من نجي وسطين الطرفين اوكي راح يصير الان 2 يساوي لنا 4 ان 2. هسه نجي للموجه الاولى اول شيء. احنا قلنا هاي كل وحده تعتبر موجه على حده. شوفوا هذه تعتبر موجه لوحدها على حده اوكي نتعامل وياها لوحدها، وهذه كذلك موجه لوحدها نتعامل وياها. بدي اشوف كل وحده هل هي بيريديك او نون بيريديك، وبالاخير اقرر الموجه الكليه هل هي periodic or non-periodic. زين نجي نشوف هنا وسطين الطرفين ايش راح يطلع لي؟ الان 1 يساوي لي 8 على 3 ام 2 يعني 2 في 4 8 هاي 3 طالعين للجو حتى يبقى بس الان في الجهه لان هو المجهول اريد اعرف قيمته اني. الباي والباي تختصر يصير عندي 8 على 3 ام 1. إذا هسه اجي اعوض 3 بالام 1 3 ويا 3 باختصار قالي 8 اوكي. إذا ال 8 هي الفاندمنتال بيريود للام 1 إذا هي انتجر نمبر إذا هاي الموجة مالتي بيريودك. اجي على الثانية اللي هي باي ان 2 على 2 راح يساوي لي 2 باي ان 2 اوكي. وسطين بطرفين الان 2 ايش راح يساوي لي؟ 4 ان 2. من اجي اعوض اي قيمه انتجر نمبر من 1 الى لا نهايه راح يطلع لي الان 2 هو انتجر نمبر، اذا من اعوض 1 الان 2 هو قيمته 4، اذا الفاندمنتال بيريود مالي هي 4، اذا هاي الموجه شنو بيريود؟ ليش؟ لان الان 2 كذلك طلع لي هو انتجر نمبر. إذا بهالحالة نستنتج إنه الفاندمنتال بيريود مالي هو
ثمانية أنا أربعة، إذا أنا ناخذ الأكبر اللي هو ثمانية. بما أن الموجتين بيريودك، إذا هاي الموجة الرئيسية مالتهم اللي كانت بالسلايد اللي قبله هي شنو؟ هي بيريودك. نجي نشوف هذا المثال شباب. صار عندي كوساين تربيع، كوساين تربيع باي ان. عندي قانون يقول الكوساين تربيع ثيتا شو يساوي؟ يساوي لي 1 زائد كوساين 2 ثيتا على 2. طبعا الثيتا 2 باي ان عندي اياها 1. اذا الثيتا مالتي هي 2 باي ان. هسه نجي نعوض هاي القيمه في هذا القانون الرئيسي. شلون راح اقدر استنتج الكوساين ثيتا وابسطها للحاله هذه؟ اذا كوساين تربيع 2 باي ان راح يساوي لي ليش 4 شباب؟ لانه 2 باي ان مضروبه في 2، هاي الثيتا مضروبه في 2 يصير 4 باي ان على 2. زين هسه انا صارت عندي موجه بهالشكل هذا، الموجة مالتي صارت عندي بهالشكل هذا. أنا إيش أحتاج حتى أستنتج هل هي هاي الموجة بيريديك أو نون بيريديك؟ أحتاج قلنا نضيف لكل n سمول، مو نضيف لها شنو؟ n كابيتال، مو؟ إذا أجي آخذ هذني كلهن قيم انتجر، يعني هاي كونستنت. فأنا أجي آخذ فقط هذه القيمة أضيف لها ال n كابيتال. إذا 1 زائد كوساين 4 باي المد كل n سمول استبدلها ب n بلس n كابيتال على 2. هسه نجي نلاحظ القانون مالك اللي هو يقول ال n او الباي n راح يساوي لي 2 باي m. زين هذا القانون الرئيسي. إذن الباي ان مالتي يا هي اللي هي هاي 4 باي ان تساوي لي 2 باي ام وسطين الطرفين راح تساوي للنصف ام. هسه اي قيمه ام اعوضها هنا المفروض احصل fundamental period اذا كان integer يكون الموجب period. فمن اعوض هنا 2 مكان الام راح يطلع الان يساوي 1. اذا fundamental period مالي هو 1، اذا الموجب period. شفتوا شباب؟ يعني كل مثال له فد قوانين خاصة لازم نحفظها أو نتعلمها وقت المفروض أصلاً تعرفوها. هاي القوانين درسيها بالرياضيات، أوكي؟ ودرسيها غير مرحلة الرياضيات مرحلة أولى أو ثانية، فتستعينون بها حتى تقدرون تحلون المسألة تعرفون هي هاي الموجة periodic or non-periodic. لهنا تنتهي محاضرة الشباب، أتمنى إنه يعني ترجعون تحلون الأمثلة اللي درسناها، تتمرنون عليها بالبيت، تحاولون تجيبون أنتم أمثلة أخرى وتحاولون تحلوها وتستنتجون هل هي هاي الموجة بيريدك أو نون بيريدك، حتى بالامتحان أو بالكويز ما تتأخر في سبيل مسألة كلش بسيطة. كل السهل أن تستنتج هذه الموجة بيريودك أو نون بيريودك. شكراً لكم.